السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ طالبات الصف الثالث اعدادي، معاكم مس نورهان، وان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد تابع للدرس اللي هو قبل كده بتاع الشكل الرباعي الدائري. عايزين النهاردة ناخد حالات اثبات الشكل الرباعي الدائري. اول حاجة، متى يكون الشكل الرباعي دائريا؟ امتى نقول ان الشكل الرباعي ده دائري؟ أول حاجة، يكون الشكل الرباعي دائريا إذا وجدت نقطة في مستوى الشكل على أبعاد متساوية من رؤوسه. خلاص، يعني نقطة جوه مستوى الشكل. يعني في مستوى الشكل، يعني جوه المستوى نفسه في مستوى الشكل، وكانت على أبعاد متساوية من رؤوسه. يعني النقطة دي كلها زي النقطة ميم زي ما أنا شايفاها هنا دي، على أبعاد متساوية من الرؤوس، من الرأس ألف وباء وجيم ودال. فهلاقي إن ميم ألف قد ميم دال قد ميم جيم قد ميم دال ميم باء، فهقول ان الشكل ده على طول رباعي دائري. طيب، هنتقل على اللي بعده واقول تاني حاجة، يكون الشكل الرباعي دائريا اذا وجدت زاويتان متساويتان في القياس ومرسومتان على ضلع من اضلاعه كقاعدة وفي جهة واحدة من الضلع الاخر. يعني كأني بعيد نفس الكلام اللي انا قلته في درس الرباعي الدائري. خلاص، اذا وجدت زاويتان مرسومتان على ضلع واحد من اضلاعه. شايفين هنا دي الزاوية، عندي هنا الزاوية جيم دي والزاوية دال مرسومين على الضلع ألف باء، كأنهم زاويتين محيطيتان مشتركتان في نفس القوس اللي هو ألف باء. دول بيكونوا متساويتين في القياس. برضو عندي الزاوية دي اللي هي هنا دي مع الزاوية اللي هي جيم دال باء مع الزاوية جيم ألف باء، هم متساويتين مع بعض في القياس. وعندي برضو هنا الزاوية دال ألف جيم والزاوية دال باء جيم، دول متساويتين مع بعض. وعندي دال جيم ألف وعندي دال باء ألف، دول كمان متساويتين مع بعض. يعني نفس اللي احنا خدناه في الدرس، مش حاجة جديدة. طيب، دلوقتي عندي مثال في الشكل المقابل ألف باء جيم دال شكل رباعي تقاطع قطره في النقطة هاء. فإذا كان قياس الزاوية ألف دال باء 48 وقياس الزاوية دال باء جيم 32 وقياس الزاوية باء جيم 100 وقياس الزاوية ألف باء دال 64، المطلوب الأول أثبت أن الشكل ألف باء جيم رباعي دائري. بعد كده عايزنا نجيب كل قياسات الزوايا اللي محطوط عليها علامة استفهام. طيب، احنا هنحله مع بعض السؤال ده. هاخد القلم اهو وهنحل أول حاجة. هنا زي ما احنا شايفين لازم نثبت أن الشكل ده رباعي دائري. هقول اول حاجة هلاحظ ان الزاوية اللي هي اللي موجودة عندي دي الزاوية 100 ودي الزاوية 32 في المثلث الصغير اللي هو باء هاء جيم. 180، تمام يا جماعة، هطرحها من 100 زائد 32 عشان اجيب الزاوية اللي فوق دي، هلاقيها 48. لو عملت وحسبت ده كله هلاقيها 48، اللي هي الزاوية دي هلاقيها 48. يعني معناها ان انا عملت ايه هنا؟ ان انا لقيت حاجة هنا، لقيت ان الزاوية اللي هي دي، تمام، قد الزاوية اللي هي ألف دال باء، قد الزاوية ألف جيم باء، لقيت قياساتهم قد بعض الاثنين 48. يبقى زاويتان مشتركتان في نفس الضلع اللي هو ألف باء، يبقى الشكل ده رباعي دائري. بس من الحكاية، مش احنا لسه قايلين عشان نثبت ان هو رباعي دائري يبقى اثبت ان اي زاويتين مرسومتين على جهة واحدة من احد اضلاعه متساويتان في القياس. انا فعلا اثبتهم، اثبت ان دي 48 ودي 48 زيها، يبقى الشكل اللي موجود عندي ده شكل رباعي دائري. تمام، ده اول اثبات. تاني حاجة، عايزني اروح اجيب كل قياسات الزوايا اللي محطوط عليها علامة استفهام. احنا جبنا اول واحدة دي 48، طيب دي عندي ال 64، شايفين دي ال 64 مشتركة مع مين في الضلع ألف باء؟ مشتركة مع الزاوية اللي فوق دي اللي هي دال جيم ألف، يبقى دي كمان 64 زيها. خلاص، طيب نيجي للزاويتين اللي هي عندي مين؟ دي 64 زي الزاوية دي، ودي 32، لأن الزاوية دي والزاوية دي اللي هي موجودين عندي مشتركين في الضلع دال جيم اللي هي دال ألف جيم ودال باء جيم، مشتركين في الضلع دال جيم، يبقى هما الاتنين 32. طيب، الزاوية اللي عليها نجمة دي، اللي انا احط عليها نجمة دلوقتي، قد دي، والاتنين مش معلومات. طيب، اروح اجيبها ازاي؟ شايفين 100 دي زاوية خارجة من المثلث ده اللي هو ألف هاء، اللي هو المثلث ده اللي انا هضلله.
الزاوية الخارجة من المثلث بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين، يبقى أنا عندي واحدة من الداخليتين أطرحها 64 من 100، هيطلع لي 36، يبقى قياس الزاوية دي 36، يبقى دي زيها 36. تمام، سهل جدا وبسيط. ننتقل على اللي بعده. عندي ملاحظات بتقول إذا وجدت زاويتان مرسومتان على ضلع من أضلاع شكل رباعي وفي جهة واحدة من هذا الضلع وكانتا غير متساويتان في القياس فإن الشكل لا يكون رباعي دائري. يعني اللي عكس الكلام اللي احنا قلناه من شوية، لو الزاويتين على جهة واحدة من ضلع واحد ولكن مش متساويتين في القياس فالشكل ده مش هيكون شكل رباعي دائريا، هيكون شكل رباعي عادي مش دائري. المستطيل والمربع وشبه المنحرف المتساوي الساقين كل دول أشكال رباعية دائرية، دي حاجة ثابتة، بينما متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف غير متوازي الساقين ليست أشكال رباعية دائرية. طيب ننتقل اللي بعده. بيقول لي في الشكل المقابل، ده مثال عندي تاني اهو، بيقول لي في الشكل المقابل ألف ب ج د شكل رباعي مرسوم داخل دائرة تقاطع قطراه في النقطة هاء. خلاص، يعني ألف ب ج د اللي هو بره ده شكل رباعي دائري، خلاص تقاطع قطراه عندي في النقطة هاء. تمام، المطلوب مني هنا إني أثبت أن ألف س ص د شكل رباعي دائري. تمام، اروح اجيب قلم التمييز، الف س ده اللي انا رسمت عليه بقلم التمييز ده هو ده اللي عايزين نثبت ان هو شكل رباعي دائري. ماشي تمام، ادخل البرهان. هنقول اول حاجة كده بالراحة مع بعض، انا عندي اول حاجة ان دول مستقيمين متوازيين، لو احنا شايفينهم ده بيوازي ده، فدي لو شفنا بالتناظر الزاوية 2 قد الزاوية 1 بالتناظر، خلاص لان ده حرف الاف اهو مرسوم، فالزاوية 2 قد الزاوية 1 بالتناظر. طيب والزاوية 2 كمان قد الزاوية مين؟ قد الزاوية 3. ليه؟ لان هما زاويتان محيطيتان مشتركتان في نفس القوس اللي هما جيم دال، يبقى 2 هي كمان قد 3. يبقى قلنا في الاول ان الزاوية 1 قد 2 بالتناظر، واتنين قد 3 بالتناظر، يبقى 1 و3 هما الاتنين قد بعض. خلاص، طيب 1 و3، يبقى 1 اللي احط عليها نجمة دي و3 دي قد بعض، يبقى في الشكل الصغير اللي جوه اللي انا عايزه ده شكل رباعي دائري، لان هما الاتنين على الضلع ص د، على الضلع ص د وهم قد بعض في القياس، يبقى الشكل ده رباعي داخلي ده دائري. ده اللي انا اثبته اول حاجه. طيب اللي بعد كده عايزني اجيب اثبت ان قياس الزاويه ب ألف س، شوف هرسمها اهي، ب ألف س اللي هي الزاويه الصغيره اللي هنا دي قد قياس الزاويه ج د ص اللي هي دي. طيب مش انا عندي الشكل الكبير اللي هو ج ب ألف د ده شكله رباعي دائري، هو قال لي عليه في السؤال، فمعناها ان الزاويه دي كلها، خلاص اللي هي الزاويه ج د ألف قد الزاوية ب ألف جيم كلها قد بعضها كده، لأن ده شكل رباعي دائري ومشتركتين في نفس القوس. خلاص، ب ألف جيم، ب ألف جيم قد، خليني أحطها بلون تاني معلش، أدي ب ألف جيم الأول نمسح عشان بس نتأكد منها عشان كده منلخبطش مع بعض أهي. ده دي الزاوية الأولانية اللي في الشكل الكبير، دي قد دي كلها كاملة، هو عايز الصغيرين دول. خلاص، الزاوية د ج ب قد الزاوية ب أ ج لأنهم مشتركين في القوس اللي هو ج ب. تمام، وأنا عندي في الشكل الرباعي التاني الصغير اللي جوه دي اللي أحط عليها إكس اللي هي الزاوية ص د أ ص د س قد الزاوية ص أ س اللي هي هنا دي إكس عليها. تمام، يبقى دول قد بعض. طب لو انا طرحت الجزء ده اللي هو الصغير اللي جوه اللي عليه اكس ده من القوس كله كامل، وطرحت يعني شلت الجزء الصغير، هيبقى لي ان الزاويه الصغيره اللي بره دي قد الزاويه الصغيره اللي بره دي، وهو المطلوب. يعني لو طرحت الاتنين من بعض الكبيره من اللي جوه هيطلع لي الحته الصغيره الزاويه الصغيره اللي بره، الاتنين قد بعض. تمام، طيب وده المطلوب. ثانيه نيجي للي بعده، بيقول لي عكس النظرية، إذا وجدت زاويتان متقابلتان متكاملتان في الشكل الرباعي كان هذا الشكل رباعيا دائريا. يعني لو أي زاويتين قدام بعض طلعوا لي بيساوي 180، يبقى الشكل ده رباعي دائري. تمام، نيجي للي بعده. ملاحظة مهمة جدا، إذا كانت إحدى زوايا شكل رباعي دائري قائمة كان قطر الشكل المقابل لهذه الزاوية
القائمة هو قطر في الدائرة المارة برؤوس الشكل ومنتصف. بص معايا يعني ايه الكلام ده، بيقول لي لو انا عندي الشكل الرباعي الدائري في احدى زوايا قائمة، كان الضلع المقابل للزاوية القائمة دي هو قطر في الدائرة بيمر برؤوس الشكل، قطر في الدائرة وبيمر برؤوس الشكل، ومنتصف هذا القطر هو مركز الدائرة. تمام، سهلة جدا. طيب ناخد نتيجة، إذا وجدت زاوية خارجة عند رأس من رؤوس شكل رباعي قياسها بيساوي قياس الزاوية المقابلة للزاوية المجاورة ليها، كان الشكل ده رباعي دائري. وده برضو خدناها في الدرس اللي فات، بس احنا هنا بنثبت العكس. يعني لو عندي زاوية اهي زاوية خارجية، خلاص لو لقيت ان الزاوية الخارجية اللي بره دي تمام قياسها قد قياس الزاوية اللي هنا، الزاوية المقابلة للمجاورة ليها، كان الشكل ده رباعي دائري. اخد مثال. تمام، بيقول لي هنا اول حاجة ان الف دال بينصف الزاوية ب الف جيم، وهاء جيم بينصف الزاوية الف جيم ب. المطلوب هو اني اثبت ان الشكل ب هاء س د، خليني احدده الاول عشان نعرف هو انهي شكل، ب هاء س د الشكل اللي جوه ده، الشكل ده شكل رباعي دائري، ده المطلوب مني. طيب تمام اوي، هروح انا اقول اول حاجة دي 35، دي زيها اكيد 35، يعني كلها على بعضها كده 70. دي 25 يبقى دي زيها 25، يبقى دول على بعضهم كده 50. لو جينا طرحناهم يعني هتبقى 50 زائد 70، 120، من 180 تطلع لي الزاوية الثالثة في المثلث اللي هي دي، تطلع ب 60 درجة. تمام، طيب انا عندي هنا من المثلث الصغير اللي على الجنب ده اللي هو هنا، خليني اضلله بلون تاني. شايفين اللي هو اللي على الجنب المثلث الصغير ده؟ طيب اول حاجة في المثلث الصغير اللي هو اللي بره ده، تمام، دي 35 ودي 25، صح صح ولا ايه؟ طيب او ممكن نقول ان هي، خليني ادخلها لكم بالظبط، ان 35 زائد 25 هيطلعوا كام؟ 60، صح؟ يعني هي اصلا هنا عندي 35 زائد 25 هيطلعوا 60. الزاوية اللي هنا عندي دي اللي هي اسمها الف سين هاء، الف سين هاء الزاوية دي، معلش انا هجيب الزاوية التالتة من هنا، خلاص اجيب الزاوية دي، هنجيب الزاوية دي ألف سين ها، دي خارجة من المثلث اللي هو اللي أنا ضللته بالأخضر من شوية دي، صح؟ الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين، يعني هجمع 35 مع 25 هيطلع لي 60، يبقى هي ايه؟ 60. طيب لو ركزت شوية هلاقي ان الزاوية دي برضو خارجة من الشكل الرباعي ده وبتساوي المقابلة للمجاورة، مش دي المجاورة ليها وهي بتساوي المقابلة ليها، يبقى الشكل ده رباعي دائري، هما الاتنين 60 اهو. خلاص، وبكده نهينا درس النهاردة، درس سهل وبسيط جدا، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وعلى لقاء إن شاء الله في درس آخر الحصة القادمة، واستودعكم الله.